السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم المتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. حنا دابا كنتواجدوا في عملية كونترول بمدينة الحد السوالم وضمن عصبة الدار البيضاء الكبرى وضمن جمعية نجم السلام السلمي عند البطل الكبير عبد الرحيم صلاح ضمن مسابقة إيمين تانوت. ودابا كنتواجدوا مع رئيس جمعية نجم السلام السلمي الأخ مصطفى الحر اللي غادي نقوموا بعمل الكونترول عند هذا البطل. السلام عليكم الاخ عبد الرحيم، كيفاش شاهدت المسابقه وكيفاش كان الاعلان ديالك في هذه المسابقه؟ الحمد لله بالنسبه للمسابقه كانت صعيبه شويه والحمد لله. بالنسبه للحمامه هذه الحمامات عندي كيتشافوا صيفة هذه ديال الخيلاني الله يحفظه وكنشكروه. بغيت نصيفطهم بجوج بسيري واحد بسيري واحد كيتشافوا مضيعين هذه الحمامه. تبارك الله. ولو الحمامه الاولى اللي جات فينا هي هي الاولى الثانيه هذه 57 كما تشاهدوا الاخوان هذه الحمامه الاولى المعلن عند عبد الرحيم صلاح بعد المسابقه ديال مدينه ايمين تانوت. والحمامه الثانيه نفس الحمامتين، يعني بالنسبه لهذ الحمامتين سلاله واحده ولا لا؟ هذه ديال الخيلاني هي والاخرى هذه بنت واحد البوره بنت واحد البلجيكي. وبالنسبه للبيديغري ديال الحمامه الاولى ما عندكش بيديغري؟ لا ما عنديش بيديغري. تبارك. والتوقيت اللي علمتي فيه الاخ هذه مع 57 وهذه مع 58 هي دونك جاوب جوجهم تلقى وحده ولا غير؟ لا هذا هو اللي ديكلاريت به الاول، هذا باش ديكلاريت به بيناتهم التوان. لا واش جوجهم تلقى وحده تحطوا ولا جات كل وحده بوحده؟ هذا هو الاول، هذا باش حاجه اخرى هذا حط الاخر. الاخر عطل لك شويه ديال الوقت ياك؟ ماشي بزاف، شي شويه ثواني ثواني. تبارك الله. وبالنسبه للبريباراسيون ديالك اللي بريباريتي في هذه المسابقه، كيفاش البريباراسيون ديالك؟ واش غنقول لك راه طاير قدامك الشعير والهمل البير. الشعير وما البير زيد كلشي ديال الله. تبارك الله والله العظيم. والنتيجه جد مشرفه لك انت ومشرفه ايضا لجمعيه نجم السلام السلمي. وشحال من حمامه ديتي للمسابقه الاخ؟ ديت 38 38 وشحال جات شحال بقات؟ باقا شي ثلاثة. بقاو شي ثلاثة؟ تبارك الله، راه دخلت الحمامات تبارك الله. وبالنسبة لهذ الهواء ديال الحمام واش أول موسم ولا يلا؟ ثالث موسم. ثالث موسم دائما مع جمعية نجم السلام السلمي ياك؟ مرة واحدة اللي لعبت مع بير جديد وعامين مع الحرب. تبارك الله. ناخذ كلمه عند رئيس الجمعيه الاخ مصطفى الحور حتى هو اللي بطل كبير جدا ضمن هذه المسابقه ديال ايمين تانوت، ولا غادي يحكي لنا كيفاش كتشوف البطل ديالنا داخل جمعيه نجم السلام السلمي الاخ مصطفى. الاخ عبد الرحيم صلاح هو معروف باسم شيما خلو، يجاهد ويثابر من اجل تحقيق نتائج متميزه. غير المشكل هو مشكل خصو يدير كونستاتور يدير كل ساعة عداد الكترونيك، ومؤخرا استطاع يوفر وياخذ العداد الالكترونيك، وبالتالي تنتظروا انه غادي يحقق نتائج مستقبليه ان شاء الله. غادي توا غادي يحاول سيحاول التنافس على المراتب العشرة الاولى ضمن كل مسابقه. رغم تواضع هاد الشجنه فهي عباره كنز من الحمام. المجموعة ديال الحمام وهو حمام تنقولو حمام إيكاري، تنتمي لمجموعة من الدول الأوروبية وتشتغل به وتستحق به مجموعة من النتائج، وتنتمناو ليه مستقبل ونتائج زاهرة في باقي مسابقات المسطرة ضمن مسابقات عصبة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. كنشكرك الاخ مصطفى انت حضر هنا معنا في عمل كونترول الطنديم العالمي المعروفين مدينة الدار البيضاء الطنديم العالمي سعيد جينا اللي غادي يدلو لينا بشي كلمه بحق هذا البطل هذا حتى هو اللي بذل مجهود كبير في انجاح هذه المسابقه وظهور مشرف لهذا البطل في هذا الموسم ان شاء الله. الاخ جينان واش غادي نقولوا بحق هذا البطل هذا؟ كتشوف الشعب ديالو المتواضع وحمام المستوى وحقق انجاز ما بقى لينا الا نقولوا للشما خلو من هذا المنبر مبروك والف مبروك لاباس. تبارك الله. الاخ سعيد شي كلمه بحق هذا؟ واش نقول لك اخ عبد الرحيم تبارك الله راه مقاتل، انت كتشوف تبارك الشجينة عادية جدا وحميمات حميمات فهمتي قال لي حمام عنده ديال المافض حجرة حجرة وماكلة مسكين راه الماكلة راه قال لك السكر قال لك الشعير والماء من البير هذا هو السكر تبارك الله عليه ومبروك عليه. كنتمناو ان شاء الله
هنيئا للشماخلو. ان شاء الله انجازات اخرى ان شاء الله رايحين في المسابقات اللي جايه والله يسخر ليه. قال هو بالمناسبه السنه الماضيه كان تيمد يد المساعده للجمعيه بشكل كبير، هاد السنه ما بقاش نقص بغى يشولك الشحمه، قال لك فوق دارك، بغى يسلخك داك الشيء باش تستفاد. هو غير جاي يخدم عاوتاني ان شاء الله. والبطل ديالنا راه كيقول لك هاني قادم وقادم بقوه ان شاء الله، حذاري من هذا البطل هذا في هذا الموسم ان شاء الله. صديق عماد وتحضروا معنا الاخوان عماد هما اللي معروفين على الصعيد مدينه الطميطه. صاحب عماد اخوان عماد ولا غيتعاون معايا نعمال مايسترو اللي غادي يديروا لينا بشي كلمه الله يرحمه. شنو نقول لك اخويا السي بلي السي شمخلو الروح المرحه، انا بعدا كنشوف فيه كيجيب ماشي كيجيب الضحكه كوميك وتبارك الله عليه ما تسجل المصوره ديالها كيحقق انجاز ضمن عصبه الدار البيضاء الكبرى. ما نكذبش عليك تبارك الله عليه استطاع انه ينافس الحر ويجيب لي الشحمه فوق دارو ان شاء الله العام الارقام جايين كما كتشوف السي من العيدات ديفيراتي تبارك الله خدمه الشعير وما البير وانت السبوره الاخ اللهم بارك تبارك الله عليك الدره بيضاء انا عمري شد الدره بيضاء الاخ من العيدات تبارك الله بيضاء كان شحال من سنه وانا ندير الولاعه ورا هذا هو لو سكري هذا هو لو سكري ديال هذا البطل هذا هو السبوره استطاع انه يحقق انجاز وزعما راه ماشي ساهل راك شتي تلقاك كيفاش جالس اخو بالعيد تلقى راه كارثيه ماشي كارثيه مي مون فيتون الحمام تبارك الله اللي عنده راه هو اللي دخل هذاك الشيء اللي كاين هذا واحد المشكل وتبارك الله عليه مشكل الحمام ما تيدخلش ليه ما كيدخلش ما تيدخلش ليه راه ان شاء الله على كونستاتور دابا غادي تيسر الامور تيسر الامور غادي يشوي لك الشحمه فوق دارك السي مصطفى اخ رشيد نعمان شي كلمه في حق هذا البطل البطل شما خلونا كنسمع عليه اليوم جيت باش نشوفه صراحه كيف قالوا الاخوان السجنه متواضعه انا بالنسبه لي هذا هو البطل من داك الشيء قليل دار شي حاجه كثيره هذا هو البطل وكنتمنى ليه حظوظ مزيان ان شاء الله دابا اول حاجه دار خدا السبونساتور السلاله غيحاول يدخل سلاله اخرى عاوتاني وكان خاف عليك